كما نؤكد على رفضنا التام للتعامل مع هذه الأزمة بازدواجية معايير، فالروح الإنسانية المنوط بنا الحفاظ عليها هي واحدة. كما نؤكد على رفضنا التام للتعامل مع هذه الأزمة بازدواجية معايير، فالروح الإنسانية المنوط بنا الحفاظ عليها هي واحدة. وأيضا أود هنا أن أشير إلى استغرابنا واستنكارنا لتصريحات بعض المسؤولين الإسرائيليين وكيل الاتهامات لبلادي في الوقت الذي نستمر فيه في بذل الجهود لضمان إطلاق سراح الأسرى وخفض التصعيد، إلى أن هذه التصريحات المستفزة تقوض الجهود القائمة وتخاطر بالأرواح، ولا يمكن فهمها إلا في سياق الابتزاز السياسي والدعاية السياسية. ونتوقع من كل الأطراف احترام الجهود التي تبذلها دولة قطر وشركائها ومساعدتنا على إنجاحها الحيوية، ونجد أنفسنا أمام اختبار للقانون الدولي بل وكافة القيم التي قام عليها النظام الدولي بعد الحرب العالمية الثانية. في هذا الإطار نؤكد موقف دولة قطر الثابت من إدانة كافة أشكال استهداف المدنيين. Bölgemiz tam manasıyla bir dönüm noktasındadır. İçinde bulunduğumuz konjonktürden ya daha büyük bir savaşa ya daha büyük bir barışa gideceğiz. Görüştüğüm tüm muhataplarım kamuoyu önünde söylemeseler bile bu tespiti paylaşmakta. İşte bu nedenle biz somut bir öneri olarak garantörlük mekanizmasını gündeme getirdik. Bu mekanizmada Türkiye dahil bölgedeki Müslüman ülkelerin aktif bir rol üstlenmelerini arzu ediyoruz. Bölgesel sahiplenme anlayışıyla oluşturulacak bu mekanizma, İsrail ve Filistin'in yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğini izlemeli, gerekirse tarafları buna zorlayabilmelidir.